عدس في الجامعة كيعرف أن قواعد جويد تتعلمهم بواحد المتن، كاين واحد المتن، المتن هذا المتن تتحفظه هو متن وفيه قواعد جويد فيه فوالا تتحفظ، وهذا كنا كناكلوا عليه أصلا مع الفطاي، هذا كنا تنحفظه أكثر من القرآن كاع بقى راسك عليه في بالي، ممكن أبغيت نعرضوه لك دابا نعرضوه لك ما نكرهوش يلا. المتن سيدي كيقول يقول راجع عفو رب سامعي محمد بن الجزري الشافعي، الحمد لله وصلى الله على نبيه ومصطفاه محمد وآله وصحبه ومقرئ القرآن ما محبه، وبعد إن هذه مقدمة فيما على قرئه أن يعلمه، إذ واجب عليهم المحتم قبل الشروع أولا أن يعلموا مخارج الحروف والصفات ليلفظوا بأفصح اللغات محرر التجويد والمواقف، وما الذي رسم في المصاحف من كل مقطوع وموصول بها وتاء أنت لم تكن تكتب بها. هذه المقدمة أبريت تدخل القواعد، مخارج الحروف 17 على الذي اختاره من اختبر، فألف الجوف وأختها وهي حروف مد للهواء تنتهي، ثم لأقصى الحرف همز هاء، ثم كنا في جامعة تتعلم قواعد جويد، وأي واحدة في الجامعة كيعرف أن قواعد جويد تتعلمهم بواحد المتن، كي واحد المتن المتن